أسرار الحياة هي منحة هي محنة هي عالم من يوميات قدباتها لله ثم مضيت في ركب الهدى. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة هي منحة هي محنة هي عالم من يوميات قدباتها لله ثم مضيت في ركب الهدى. أما طريقي فهو قرآن وسيف وابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان في الحلقة السابعة من برنامجنا الأسبوعي مراجعة المراجعات الذي يأتيكم كل خميس الساعة 8:00 مساء. وهذا البرنامج هو نقد ونقض لكتاب المراجعات لعبد الحسين شرف الدين الموسوي المتوفى سنة 1377. وقد افترى هذه المراسلات التي جرت بينه كما يزعم وبين شيخ الأزهر سليم البشري المتوفى سنة 1335. وذكر هذه التواريخ هو لبيان أن عبد الحسين شرف الدين الموسوي لم ينشر هذه المراسلات إلا بعد وفاة الشيخ الأزهر بربع قرن من الزمان، أي 25 سنة. وفي هذه الحلقات يعني سنفند هذه المراسلات ونبين ما فيها من الأباطيل والأكاذيب والمخالفات لكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذبا عن الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام. أرحب بضيفي وضيفكم الدائم فضيلة شيخنا الدكتور أبو فاطمة عثمان محمد الخميس حفظه الله تبارك وتعالى، صاحب الدكتوراه في الحديث النبوي. أهلا بك شيخي الحبيب. يا أهلا ويا مرحبا، حياكم الله وأشكركم على هذه الدعوة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن يحب ويرضى. آمين. وهذا شكر لك وشكر خاص لمشاهدين الكرام. الله يجزاك خير شيخنا الكريم، بارك الله فيك. كذلك أنتم مرحب بكم وأسعد باتصالاتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر على الشاشة، كما يمكنكم التواصل عبر حسابنا في تويتر. شيخنا الحبيب، انتهينا من الحلقة الماضية في نقد يعني بعض وجوه استدلالهم بآية التطهير. هل لكم من تعليق حول ما مضى، أم سنبدأ بإذن الله في هذه المراجعة 12 وننقد ما زال عندنا بعض الوجوه في نقد استدلالهم بآية التطهير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واطلق لي لساني يفقه قولي. ما زال الكلام كما تفضلتم عن الآية التي ذكر فيها التطهير، وهي الآية 33 من سورة الأحزاب. وبشكل عام هذه المراجعات التي يدعيها عبد الحسين شرف الدين الموسوي أنها تمت بينه وبين شيخ الأزهر من خلال يعني قراءتي لهذا الكتاب مرات وكرات، وسؤالي لكثير من أهل العلم، لأني استغربت حقيقة عندما قرأت هذا الكتاب أن استغربت أن يكون هذا يعني أسلوبه ومنهجه وفهمه شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى. فقرأت في سيرته فوجدت أنه لا يمكن أبدا أن يكون ذلك الشخص، فعلمت يقينا أن هذا الكتاب مدسوس، أو هذه المراجعات والمراسلات مدسوسة على شيخ الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى. وبالتالي أحببت من خلالكم أن أبين هذا للناس، خاصة وأن هذا الكتاب يعني يظن الكثيرون، خاصة أتكلم عن الشيعة، يظن الكثيرون أنه ثابت، وبالتالي اغتروا بأنهم انتصروا على أهل السنة أو ظهروا على شيخ الأزهر وأقنعوه وترفض لأجل هذا الكتاب. ومن خلال مدارستي وقراءتي لهذا الكتاب ومراجعتي له علمت علم اليقين أنه مكذوب عليه، وبالتالي أحببت أن أكون سهما من سهام الله تبارك وتعالى التي تذب
عن كتاب الله وسنة نبيه وعن أعلام الإسلام، والرد على هؤلاء في هذه الدعوة من خلال الرد على هذه المراجعات. وأنا أعتذر وأستأذن أني أكون مكان شيخ الأزهر في هذه المراجعات، وأنا أشرف بذلك أن أكون مكانه وأن أنظر لتلك المراجعات على أنها مراجعات بين السنة والشيعة، بين علم من أعلام الشيعة الكبار الذي هو عبد الحسين الذي كان يقول عنه شيخ الإسلام والمسلمين، ومع طويل بعلم أو طالب علم سميني ما شئت من أهل السنة يناقش هذا الإنسان الشامخ الجبل عندهم ويظهر عدم صدقه واحتياله وغير ذلك من الأمور التي كما قيل ما ترى لا ما تسمع، خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي. ذكر في هذه المراجعة عبد الحسين 50 آية استجابة لطلب شيخ الأزهر، قال استدل لما تقوله من الإمامة بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى، فذكر 50 آية يرى أنها تدل على الإمامة. وأنا إن شاء الله تعالى أعدكم وأعد المشاهدين الكرام حفظ الله تبارك وتعالى أن آتي 50 آية أخرى لم يذكرها عبد الحسين، ذكرها غيره من علماء الشيعة، وعندي أكثر مما يستدلون به على إمامة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الـ12، يذكرون آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى تربو على 50 بكثير جدا. لكني أنا حتى لا نأخذ وقتا كثيرا مع هذه المراجعة، أنا أعد الجمهور الكريم أنني آتي 50 آية زيادة مما يستدلون به على الإمامة، حتى يتبين لكم جميعا عن الجمهور أن هؤلاء يلعبون بالدين. والله الذي لا إله إلا والله يلعبون بالدين فعلا، يعني يمارسون ممارسات قبيحة جدا. لن أستعجل، الله المستعان. طيب شيخ الكريم ذكرنا إن شاء الله بإذن الله، يعني لكن ذكرت يعني في الحلقات الماضية واستعرضنا للمشاهدين جميعا نص المرتضى ونص الطبرسي، يعني كل هذا الكم الهائل من الآيات، لماذا لا توجد آية واحدة جلية صريحة تفصل النزاع في هذه المسألة؟ هذا يدل لا عفوا هذه دعواك أنت تدعي هذا، من يقول أنه لا توجد؟ هم يقول لا، ما يقولون. هذه الإشكالية، هذه الإشكالية. يعني أنت بارك الله فيك الآن تقول لماذا لا توجد آية صريحة واحدة تدل، أنا أقول توجد لكن في القرآن الذي عند المهدي. صحيح هم يقولون يعني جل علماء الشيعة، أنا أقول جل، أنا مسؤول عن كلمتي، جل علماء الشيعة، بل منهم من نقل أنه من ضروريات المذهب، ومنهم من ذكر أنه متواتر، ومنهم من ذكر أنه يعني مستفيض عندهم. طيب، ومن خلال قراءاتي الكثيرة في هذا الجانب تبين لي فعلا أن هذا القول يعني قول بالتحريف قول قوي جدا. يكفيك شيء واحد، وهو أنه لا يروى عن الأئمة الـ12 إلا هذا، يعني لا يروى عنهم إلا التحريف. حتى قال الجزائري لا توجد رواية واحدة عن واحد من المعصومين الـ12 تقول بعدم التحريف، بينما توجد 2000 رواية عن المعصومين تقول بالتحريف. فأنا عفوا سامحني يعني في هذه الكلمة، أنا عندما أقول لك هم لا يوافقونك على هذا لأن هناك عدد كبير جدا، لا أقول لا بأس به بل أقول أغلب علماء الشيعة يقولون ذكر اسم علي صراحة في القرآن. عجيب. نعم، ذكر اسم علي صراحة في القرآن، والأئمة كذلك ذكروا في القرآن الكريم بالنص على إمامتهم في آيات كثيرة، ليس في آية ولا آيتين ولا 3 ولا 4 بل آيات كثيرة. وكما ذكرت لكم أنني مستعد أن آتي بأمثلة، الآن آتيك ببعض الأمثلة مثلا، يعني كمثل يستدلون بقول الله تبارك وتعالى سأل سائل
بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، أنهم يقولون سأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع، هذه صريحة أو ليست صريحة؟ أنا أسألك أنها بالنسبة لهم صريحة، نعم. ليس بالنسبة حتى بالنسبة لي ولك صريحة، لك ليست من كتاب الله، هذا من تأليفهم، نعم. كذا لما يقرأ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي صريحة، وإن لم تفعل فما بلغته رسالته، صريحة أو غير صريحة؟ صريحة. ولذلك علماؤهم الكبار كثير منهم بل أكثرهم يقول لا، نزل اسم علي صريحا ونص على الإمامة، على الإمامة صريحا، نعم. طيب كنتم خير أئمة أخرجت للناس، نحن نقرأها في كتاب ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، الرواية عن جعفر كنتم خير أئمة وليس أمة أخرجت للناس، صريحة أو غير صريحة؟ صريحة. صريحة. نعم. وخذ وخذ من هذا كثيرا، فلذلك أنا سامحني يعني في هذا الكلام، لا لا. أنا لا أسلم لك أنهم يعني يعترفون بأنه لا توجد آية صريحة، لعلك تريد الذين لا يعلنون، ولا أقول لا يقولون، وأنا دقيق في ألفاظي، نعم. أقول الذين لا يعلنون لأنني لا أعلم هل يقولون أو لا يقولون، نعم. لمصيبة التقية هذه، نعم. التي يستخدمونه بكثرة، الذين لا يعلنون القول بتحريف القرآن هم الذين يقولون لا توجد آية صريحة، واضح واضح، تلزمهم بهذا، إيه جميل، إيه نعم، إيه. هذا الإلزام، هذا الذي أردت، عفوا، نعم، أحسنت، يعني كمان. القول بالإمامة والقول بالتحريف قرينان لا ينفكان، يعني الذي يقول بالإمامة عندهم أنها نص، إيه نعم، من نص. الله تبارك نص وتعالى يلزمه أن يقول بالتحريف، نعم، وإلا ليس هناك نص، هذا واضح، كما قال نقلنا في الأسبوع الماضي عن المرتضى وعن الطوسي الطبرسي، نعم. وعن غيرهم قولهم أنه لا يوجد يعني نص جلي، النص الجلي في الحديث، نعم. سلموا على علي بإمرة المؤمنين، القرآن لا يوجد فيه، لا أسلموا علي بإمرة المؤمنين من رواية الشيعة وليس من رواية السنة، نعم. لكن في القرآن كلهم يقولون لا يوجد، لا يوجد نص صريح هكذا، يعني هم بحثوا في القرآن ما وجدوا آية صريحة، قالوا القرآن محرف، أحسنتم، هكذا هي. يعني نريد أن نبسط الصورة للمتابعين، هكذا هكذا هي، هكذا هي، يعني. قالوا محرف، وإلا أين اسم علي؟ يعني. طبعا في أسباب أخرى، في أسباب. لماذا الثناء على الصحابة؟ الصحابة عندنا كفار زنادقة مجرمون، يعني. منافقون، وهذا الثناء الطيب المبارك، الله. محمد رسول الله والذين معه، شد على الكفار وحما بينهم، الله. لقد رضي الله عنهم من يدي بايعنك تحت الله. الشجرة، طيب، والسابقون الأول المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم في وأموالهم في سبيل الله، طيب، والذين جاءوا والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، أين يذهبون من هذه الآيات وهذه النصوص العظيمة؟ الله. فيها ثناء عظيم من الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين يذهبون منها؟ الله. لا مخرج إلا أن يقولوا عبث بالقرآن في ثلاثة أمور، عبث بالقرآن في دعواهم، نعم، في إزالة اسم علي من القرآن، عبث بالقرآن من وضع فضائل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبث بالقرآن من النص على الإمامة، الإمامة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يقول ليست هكذا الآية، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم، عبث عبث، هذا الذي يعني يلزمه، ولعل ما بحثناه في الحلقة الماضية هو من ضمن هذا، إنما يريد الله، قالوا كذلك وضعها الصحابة قال هنا، قال قالوا وضعت هنا وليس على مكانها، نعم. أحسن الله إليك، وقال المجلسي لعله، نعم. حذف قبلها آيات، نعم. وبعدها آيات يعني في آل البيت، ومنهم من تجرأ وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في هذا، هو الذي وضع هنا وليس الله، سبحان الله، قضية خطيرة، اتهام خطير للنبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا شيخ الكريم عند المراجعة الثانية عشرة، عشرة. نعم. حجج الكتاب، نعم، حجج
جميلة هذه حجج. هو الذي قال هذه حجج الكتاب. ثم لما ختم قال إيش؟ جاءتك الآيات المحكمات ولا لا؟ هكذا في ختام كلامه يقول: وأظن أن ما قدمته لحظة، لا عفوا، في مراجعتي هو، نعم، يقول فاكتفي الآن، إيه فاكتفي الآن بما تلوناه من آيات محكمات. نعم. محكمات هن أم الكتاب. لا إله إلا الله. يعني هذه التي ذكرها هي الآيات المحكمات التي هي أم الكتاب. هذه دعواه. وغيره يقول ما توجد ولا آية محكمة. الله. وهو يقول في كتابه الميثاق لا توجد آية فلسفة محكمة. الميثاق والولاية لا توجد آية الله أكبر. محكمة. والآن هنا يكذب ويقول في آية محكمة. تناقض غريب. هذا نص خطير حقيقة. أن المفروض هذا النص يستحضر في كل حلقة، أنه يقول أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل آية صريحة جلية حتى لا يفاجئ الصحابة. نعم. فيخرجوا على الله وعلى رسوله. أعوذ بالله. شوف التناقض هنا، يقول آيات محكمات واضحة، لكن أبو لهب وأبو جهل خليه يخرجوا. الله المستعان. حتى عند الله واسطة. الله المستعان. طيب يقول إنكم بحمد الله ممن وسعوا الكتاب علما وأحاطوا بجليه وخفيه خبرا، فهل نزل من آياته الباهرة في أحد ما نزل في العترة الطاهرة؟ هل حكمت محكماته بذهاب الرجس عن غيرهم؟ وهل لأحد من العالمين كآية تطهيرهم؟ نعم، ذكرنا في البداية بارك الله فيك أنه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يراعي سياق القرآن الكريم، سياق الآيات، بل سورة الأحزاب كما ذكرنا في الأسبوع الماضي. نعم. أن سورة الأحزاب بشكل عام يعني تستطيع أن تسميها سورة النساء، أو سميها إن شئت سورة نساء النبي أو بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذه الآيات ما قبلها وما بعدها كله يتكلم عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تأتي هذه الجملة هكذا يعني تدخل يعني بدون استئذان كما يقال؟ لا يمكن، لا يمكن هذا أبدا. وكما قال كمال الحيدري أن أحد يعني أعظم ما يفهم به القرآن أو الآيات القرآنية السياق. صحيح. نعم. أولا نقول السياق، ثانيا نقول أهل البيت، من يسلم لهم أن أهل البيت هؤلاء الأربعة، علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، من يسلم بهذا؟ نعم. إذا قالوا هذا نص فيهم، جاءت نصوص كثيرة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تعريف أهل البيت، عندما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حادثة الإفك لما تكلم في عائشة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عبد الله بن أبي بن سلول في عائشة رضي الله عنها في عرضها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل عليا وسأل أسامة صعد المنبر فقال: من يعذرني؟ هذا في الصحيح، في رجل بلغ أذاه أهل بيتي. نص صريح. الله أن عائشة أهل بيته. الله، من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي. الله. ويقول أسامة لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عليا، يقول أسامة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا أسامة؟ قال: أهلك ولا نعلم إلا خير. ويقول ربنا تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، والمقصود زوجته قطعا. وقول الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. امرأة العزيز ماذا قالت؟ قالت للعزيز لما اتهمت يوسف عليه الصلاة والسلام، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك، تعني نفسها، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هذه لغة القرآن. أنا الآن أنا أتكلم، ولله الحمد، هذه من اللغة العربية التي لم تذهب إلى الآن، يعني ما زالت باقية. نعم. نحن نقول إذا تزوج الرجل ماذا نقول؟ تأهل. تأهل.
نعم. تأهل، تزوج، تأهل، صار له أهل، صار له أهل. نعم. فنقول تأهل. وأنت الآن إذا قلت معي زوجتي تقول أهلي معي، وهذا مشهور في لغة العرب. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أن الله، هذه كلمة جميلة القرطبي، يقول الله تبارك وتعالى لم يذكر امرأة باسمها في كتاب الله تبارك وتعالى، لم يذكر امرأة باسمها، وإنما كان امرأة فرعون، امرأة العزيز، أزواج النبي، بنات النبي، زين، أزواجكم، بناتكم، طيب، وامرأته حمالة الحطب، ما ذكر امرأة باسمها، صحيح؟ ذكر امرأة واحدة ومريم، مريم، نعم، هذه المرأة هي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى كأن الله جل وعلا يقول للناس: أنتم أيها العرب، لأن كتاب لسان عربي مبين، نعم، أيها العرب تأنفون من ذكري اسم الزوجة، صحيح، زين، تقولون مثلا أهلي، جماعتي، أم فلان، أم فلان، زوجي، وما شابه ذلك من الكلمات لا تقال، اسم الزوجة لا يذكر اسم الزوجة، وإنه يقال أهلي في الجملة، في الغالب الجملة، نعم. طيب، فلما، لكن الأمة يذكرها، أمتي فلانة، بريرة، ثويبة، تذكر، يذكر اسمها، لكن لا يذكر اسماء الزوجات، نعم. طيب، فالله تبارك وتعالى يقول للناس: هذه أمتي، هذه أمتي، وهذه خصوصية لهذه المرأة، الله أكبر، هذه مريم أمتي، يخصها الله تبارك وتعالى، هذه أمتي، فسماها باسمها، هي الوحيدة مريم التي سميت باسمها في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. فالعرب أصلا لا يسمون الزوجة إلا أهل، يقول أهلي. فالقرآن أن الزوجة هي الأهل، السنة ما تقول في رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، أهلك ولا نعلم إلا خيرا، كان النبي يمر على بيت عائشة رضي الله عنها يقول السلام عليكم أهل البيت. طيب، الأهل تطلق عليهم، ونحن وأيضا العرف، العرف الزوجة أهل، واللغة الأصل، الأصل في اللغة أن أهل الرجل زوجته، كما قال ذلك كثير من أهل اللغة. طيب، ذكروا أن الراغب الأصفهاني وغيره ذكروا أن الإنسان الأهل في الأصل في اللغة للزوجة، ثم تسومح بها إلى أن ذكرت عن الأقارب، لأن أهل الرجل الذي يعيش معه في بيت واحد، هل علي والحسن والحسين وفاطمة كانوا يعيشون مع النبي في بيت واحد؟ أبدا، فاطمة كانت تعيش معه في بيت واحد، فلما تزوجت انتقلت إلى بيت، صار لها أهل، أهلها علي وهي أهل علي، صار لها بيت، فبيت الرجل أهله في بيته، البيت الذي يقطنه، الذين يعيشون معه هم أهله. إذن اللغة، القرآن، السنة، العرف، العرف، نعم، كلها تقول أن الأهل هي الزوجة، فتخصيصهم أن هؤلاء أهل البيت، لا، نحن نقبل، نعم، نحن نقبل أن عليا وفاطمة والحسن والحسين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من ظاهر الآية وإنما من ظاهر الحديث، لما جلله النبي بالكساء، طيب، قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وكذلك أهل بيته الذين حرموا الصدقة، كما في حديث زيد بن أرقم لما قيل من أهل بيته، قال آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل عقيل وآل جعفر، هؤلاء أهل بيته، وكذلك الفضل بن العباس مع عبد المطلب بن ربيع بن الحارث لما قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فدل على أن مفهوم الأهل واسع جدا، يضيق على أي أساس في هؤلاء الأربعة؟ لا يقبل هذا. ثم أنا أريد أن أقف وقفة لو سمحت لي. تفضل. الآن أيهما أقرب؟ عندما نقول فاطمة، الحسن والحسين، أهل رسول الله أو أهل علي؟ الفاطمة والحسن والحسين أهل رسول الله أو أهل علي؟ أهل علي. أهل علي، لأن لو قلنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت لما قلت أهل علي زوجته وأولاده، نعم، لو قلنا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أزواجه؟ أين بقية أولاده؟
أين أحفاده البقية؟ إذن أهل البيت أهل بيت علي وليس أهل بيت النبي. شيخنا أليس من سوء الأدب؟ بلى. أليس من سوء الأدب أن يصرف الفضل من بيت النبي وأهله إلى بيت, علي؟ نعم. هل بيت علي أفضل من بيت النبي؟ هكذا هي, هكذا هي. أن أهل البيت, سبحان الله, أهل بيت علي, علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا يلزمهم أن وهذا ليس بجديد. عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى, نعم, إنما أنت منذر, إنما أنت منذر, منذر. ما أدري تكمل الآية, ولكل قوم هاد. هذه هي جاءت رواياتهم, وعلي لكل قوم هاد. هي نعم, أما المحرف أيضا عندهم, إنما أنت منذر وعلي لكل قوم هاد. وحتى الذين لا يعلنون, ولا أقول لا يقولون, أنا متحفظ بهذه الكلمة, حتى الذين لا يعلنون أن القرآن محرف, كثير منهم عندما يفسرون هذه الآية, نعم, إنما أنت منذر, يقول علي لكل قوم هاد, نعم, علي لكل قوم هاد. أنت انتبه معي دقيقة فقط. نعم تفضل. الآن الأولى بيت علي وليس بيت محمد, لأن فاطمة والحسن والحسين يخصون عليا أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو كان المراد محمد صلى الله عليه وسلم كان ذكرت بنات النبي, أو على الأقل ذكرت حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم, كما أن هذا الحسن والحسين أولاد ابنته, فأمامة بنت ابنته, أمامة بنت زينب, وأمامة موجودة حية, لأنه أمامة تزوجها علي بعد فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فالآن وهي التي كان يصلي النبي ويحملها, نعم, أمامة. الآن عندنا إذن أهل بيت علي, فضل علي على محمد صلى الله عليه وسلم, إنما أنت منذر, علي لكل قوم هاد. من أفضل؟ علي, علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. الثالثة, الثالثة حديث سيمر علينا, أنا مدينة العلم وعلي بابها, فمن أراد العلم فليأتي الباب. إذن محمد أرسل إلى علي وعلي أرسل إلى الأمة. اختصر. نعم. تفضيل واضح. واضح. أنا مدينة العلم وعلي بابها. يعني أنا مدينة العلم لكن ما يصل إلي عن طريق علي. إذن علي هو ناشر العلم وليس محمد. وهو ماخذ كل حلم, كل علم محمد صلى الله عليه وسلم, وهو ناشر هذا العلم. إذن الفضل كله لعلي. علي من أراد العلم فليأتي لمحمد ولا لعلي؟ علي. يعني فليأتي الباب. ليش ما يروح لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يذهب لعلي؟ لماذا يذهب إلى, لماذا لا يأتي إلى النهر أو البحر ويترك الجداول؟ صح. يذهب إلى الجدول ويترك النهر, هذا ليس بصحيح ولا مقبول. إذا أضفت إلى هذا أن كما ذكر الجزائري في الأنوار, أنا خرجت على الموضوع, معلش. لا لا سامحني. لا لا تفضل. ذكر الجزائر في الأنوار أنه علي يقول أو النبي يقول لعلي, فضلت علي بثلاث, عندك فاطمة وليس عندي مثلها, وعندك الحسن والحسين ليس عندي مثلهما, وعندك شجاعة لم أوت مثلها. نعم. علي له شجاعة ليست عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مصيبة. طعن ضيف النبي مصيبة. صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا كله, نعم, أقول لها صرف هذه الآية عن ظاهرها إلى علي, هذا لا يقبل أبدا, وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أضفت إلى هذا, إذا أضفت إلى هذا بارك الله فيك, أن قول الله تبارك وتعالى, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. تعال نرى من, ما هو الرجس أصلا؟ الرجس كما ذكر الرازي وغيره من أهل اللغة, الرجس القذر, وسمي الرجس على المعاصي لأنها أقذار, وسمي لحم الخنزير رجسا لأنه قذر. طيب, وهم يقولون من هذه الآية نأخذ العصمة. نعم, من هذه الآية نأخذ العصمة. طيب العصمة من ماذا؟ هل العصمة من الأقدار؟ قالوا لا, أوسع, أوسع. نعم. من ماذا عصمة؟ قالوا معصومون من الكفر, قلنا نوافقكم. قالوا معصومون من الكبائر, قلنا معكم. قالوا معصومون من الرذائل, قلنا معكم. قالوا معصومون من السهو, قلنا لا, لحظة, شو
شنو اسمه السهو؟ قالوا معصومون من الخطأ. أوف أوف. وش دخل الخطأ السهو؟ وش دخل هذا في الرجس؟ في الرجس نعم. فهل إذا أخطأت أنت خطأ فقهيا في مسألة ما هل يقال أنك فعلت الرجس؟ ما يقال. من يقول هذا؟ أصلا لا تأثم. نعم. لا تأثم. إذا أخطأت إذا اجتهد وأخطأ فله أجر. كيف يكون رجسا؟ كيف يكون رجسا وله فيه أجر؟ كيف يكون رجسا وله فيه أجر؟ فقالوا معصو طهرهم الله من الرجس أي الخطأ مطلقا. هذا ما أحد يقول به لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، ما أحد يقول بهذا. نحن أول لا نسلم أن هؤلاء هم الذين طهروا فقط، هذه واحدة. ثم لا نسلم أن التطهير من الرجس المقصود به حتى عدم الخطأ وعدم السهو. من أين أتيتم؟ الله جل وعلا يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام ونسيا حوتهما آتنا طعامنا، يقول إني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. من القائل؟ يوشع نبي، نبي، وموسى نبي نسي. الله تبارك وتعالى يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصدوق قال الغلاة لعنهم الله ينفون السهو الأئمة، الغلاة لعنهم الله هكذا يقول. زين، فإذا القضية عقائد جديدة لا يعرفها الأقدمون وإنما جديدة جاءت وطورت، فإذا لا نسلم بأن الرجس يعني العصمة. طيب ويطهركم تطهيرا أن يطهركم من جميع الذنوب ومن جميع الأخطاء. طيب الله تبارك وتعالى إن كنت تذكرني الله يجزاك خير وذكرك الشهادة، يقول إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. تطهير وإذهاب الرجز وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذن صار تطهير وصار إذهاب الرجز. نعم. فإذا كان التطهير في آية الأحزاب الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا يدل على العصمة، فكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال عندما يقرأ وينزل عليكم في سورة الأنفال ذكرناها الآية الآن إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. إذن صاروا معصومين، بس عاد شوي العدد زاد لأن هناك أربعة بينما هنا 310. يعني تصور أنت 310 كلهم صاروا أهل بدر معصومين. الله المستعان. صاروا معصومين. نعم. خذ من أموالهم صدقة صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ليس فقط تطهرهم، تزكية أيضا. تزكية تزكيهم، صاروا أيضا إيش؟ معصومين. وهم هذا عصاة أصلاً. هؤلاء عصاة. نعم. هؤلاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك مذنبين. نعم. كانوا مذنبين، إذا ليسوا معصومين. سبحان. فعندما يقول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها يتعصمهم، كيف تعصمهم الآن فعلوا المعصية؟ وفي الآية الأخرى ليطهركم وليتم نعمته عليكم. نعم. ليست مذكورة في هذا اثنين. نعم نعم نعم. في آية الوضوء في المائدة هذا من باب أولى أن يكونوا معصومين. صدقت على مبناهم. صدقت. وهذا كله لا يستقيم، لا يستقيم أن إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا صاروا معصومين. من أين لهم هذا؟ نعم. هذا كلام لا يقوله عاقل. كذلك قول الله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لا يؤمنون. نعم صحيح. إذن كل مؤمن ليس معصوم عنده. كل مؤمن معصوم لأن الرجس فقط على غير الكفار المؤمنين. هذا الكلام باطل. ثم كذلك دعوة أنه في حصر أنه حصرت إنما يريد الله هؤلاء. من قال إنما هنا تريد تفيد الحصر؟ من قال هذا؟ هم لا يقولون بهذا. يعني أو أول من ينقض هذا هم. هم حسنت. هم الآن يقول العصمة تجاوزت الأربعة إلى تسعة آخرين.
أدخلوا علي بن الحسين ومحمدا الباقر وجعفرا الصادق وموسى الكاظم وعليا الرضا ومحمدا الجواد وعليا الهادي والحسن العسكري والمنتظر، أدخلوا تسعة. طيب كيف دخلوا؟ نقضوا الحصر. أين الحصر؟ أين الحصر؟ حصر مزاجي، الحصر للمزاج وليس القاعدة أو قانون أبدا، ما في. الحصر كلها كل من أطلق عليه أهل البيت أو كل من أطلق عليه التطهير، كيف يصير بعد ذلك حصر؟ لا يكون حصر. ثم لا دلالة على الحصر، وإنما هي دعاوى، والدعاوى ما في أسهل منها. كانك تريد تقول شيئا. أيوه، يقول مفسر الطبطبائي في تفسير الميزان المجلد 61 صفحة 309 يعني يتحدث قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كلمة إنما تدل على حصر الإرادة في إذهاب الرجس، إلى أن يقول ففي الآية في الحقيقة قصران ليس قصر واحد. أيوه، قصر الإرادة في إذهاب الرجس والتطهير، يعني الله ليس له إرادة ثانية. أيوه، أعوذ بالله، حصر الإرادة، والثاني قصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت. هذه دعوة، الدعوة سهلة، ما في أسهل من الدعوة. كل يستطيع أن يدعي، لكن عندما تقول له البينة البرهان لا تجوز شيئا. بس انظر الشيخ، هذه الكلمة الخبيثة قصر الإرادة، والإرادة عندهم على مذهبهم الذين هم قلدوا فيه المعتزلة الصفات عين الذات. نعم، كأنه يقول ذات الله محصورة. هم لا يثبتون صفات الله أصلا، الجملة هم لا يثبتون صفات الله في الأذهان. تستطيع أن تقول أنهم معتزلة. نعم، في عقائدهم معتزلة، فلا يثبتون صفات الله تبارك وتعالى. على كل حال، يعني هذه الدعوة باطلة، هذه الدعوة باطلة. ثم كذلك علاقة العصمة بالإمامة، ذكرنا الأسبوع الماضي أنه يلزم كل معصوم يكون إماما، أو سبب العصمة ليش معصوم؟ قال لأجل أن يقتدي الناس بهم بالإمام لكي يقودوا الناس. طيب عصمت فاطمة وليست إماما، لماذا عصمت؟ قلنا مجاملة، جاملها الله تبارك وتعالى، وهل يجامل الله عباده؟ يعني من ليس معصوما لا يقتدى به ولا يأخذ بقوله، ولا يكون لماذا إماما؟ تتبعون المراجع إذن؟ لماذا تتبعون المراجع إذا كانوا المراجع الآن ليسوا معصومين؟ إذا كان يعني كلامهم تشعر فيه بتناقضات. هل تعلم بارك الله فيك قضية مهمة؟ نعم. عندما تتبع كلمة إمام في كتاب الله تبارك وتعالى لا تأتي بمعنى حاكم، الإمام في كتاب الله تبارك وتعالى تأتي بمعنى القدوة. طيب، قدوة، الإمام هو القدوة. كما في القرآن لا تأتي بمعنى الحاكم أبدا، بل ولا في لغة العرب ولي الأمر هو الإمام، الحاكم، خليفة. لكن إمام كريم. إمام هو اللي يقتدى به، ذلك سمي إمام الصلاة إماما يقتدى به، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان نبيا فصار إماما يقتدى به، وليس إمام بمعنى حكم. ما حكم إبراهيم إني جعلك للناس إماما، صح ولا لا؟ نعم. قال إني جعلك للناس، ما حكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف الله يقول جاعلك للناس إماما وما حكم إبراهيم؟ كيف إذن الآية فيها شيء؟ لا، قدوة. والرواية عندهم فرجعوا إلى رواية، ولذلك حتى في الكفر. نعم، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. نعم، يهدي إلى النار، إمام يهدي إلى النار. سبحان الله. نعم، فالإمام هو القدوة في الخير أو في الشر. الشر. نعم، كل من يقتدى به فهو إمام، سواء في الخير أو في الشر. أو في الشر. ويأتي الإمام بمعنى الكتاب. الكتاب يقال له إمام، وكل شيء في إمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. تطلق الإمام على الكتاب، فدعوة أن الإمام بمعنى الحاكم لا توجد في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني تأليفات هذه لا تقبل أبدا. طيب، كذلك شيخنا يعني نقطة فقط، يعني الآن، وهذه لعله ينتبه لها عوام الشيعة، أريد أن يفتحوا المصحف ويتأملوا لقول الله، ويعني هذه الجزئية، واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يقارنوها مع الآية قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ما الفرق بينهما بين الآيتين؟ لا فرق. قالوا واطعنا ضمير النسوة، قالوا أتعجبين ضمير النسوة. هذا نعم، هذا اعتراضهم الآن،
هذا نعم. اعتراضهم هم يلبسون على الناس بهذه. يقول طيب أنتم تقولون في نساء النبي، لماذا لم تأتي بنون النسوة؟ لماذا لم يأتي إنما يريد الله ليذهب عنكن الرجس أهل البيت ويطهركن تطهيرا؟ لماذا قال يذهب عنكم ويطهركم؟ الجواب واضح، واضح جدا. وهن لما كان يخاطبهن خاصة يا نساء النبي لستن انتقيتن أطعنا أقمنا اذكرنا، خطاب موجه لنساء النبي. نعم. فهذا كان موجه، لكن عندما جاء الخبر وليس الخطاب، خبر خبر نعم. إنما يريد الله، ماذا تريد يا ربنا؟ قال يريد الله ليذهب عنكم وليس عنكن أهل البيت ويطهركم وليس يطهركن أهل البيت. لماذا؟ لأن أهل البيت ليس فقط النساء. أين سيد أهل البيت؟ سيد البيت من؟ رب البيت من؟ رسول الله محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الله جل وعلا يقول لهن أنتن نلتن شرفا لم ينله غيركن، نلتن شرفا لم ينله غيركن. وأظن ذكرنا هذه المكافأة نعم. التي يعني خصهن الله بها بعد أن استجبنا، وأن الله أمر النبي أن لا يتزوج عليهن، أمره أن لا يطلقهن، أمره أو جعلهن أمهات، حرم على الناس نكاحهن. الله طيب نعم. هذه أربعة أمور كانت مكافأة. فكأن الله جل وعلا يقول أنتن تنتسبن إلى أشرف بيت على وجه الأرض. الله أنتن تنتسبن إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فانتبهنا. واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية، أوامر نواهي أوامر نواهي أوامر الله. نواهي. ثم بعد ذلك قال أتعلمنا لماذا أمرت ولماذا نهيت؟ الله يريد الله ليذهب عن هذا البيت الرجس ويطهره، لأن فيه صفوة عبادي الله محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة واضحة جدا. فإنما ذكر البيت ومن فيه لأن محمدا فيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال إنما يريد الله ليذهب عنكم أنتن وهو. ومعلوم أنه إذا دخل الرجل أو الذكر مع الإناث جاءت منه الجمع وذهبت منه النسوة، تخاطب النساء من الجمع ولا يخاطب الرجال بنون النسوة أبدا. ولوجود كلمة أهل الذي يدخل فيها الجميع. ثم انظر يخرجون النساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما المانع يكون النساء أيضا موجودات؟ ما المانع؟ يعني ميم الجمع تشمل النساء، شو المانع؟ ما المانع أن تدخل النساء في ميم الجمع؟ ما في مانع. يعني قال لا ميم الجمع معناها ما في نساء. طيب كيف دخلت فاطمة؟ سنت كما قال كمال حيدر. كيف دخلت فاطمة إذا كانت ميم الجمع لا تدخل فيها النساء؟ فهن يعني عفوا هم أخرجوا نساء النبي اللاتي الآيات فيهن رضي الله عنهن أجمعين، وأدخلوا فاطمة رضي الله عنها التي لم تكن معهن. تناقض، يعني تناقض هوى هوى هوى، اتباع للهوى. والإنسان إذا كان متبعا لهواه هذا صعب أن تحاجه. يعني هذا الضمير يأتي لإدخال غير النسوة لا لإخراجهن. نعم. إدخال الرجال نعم. أو الذكور نعم. أدخل الرجال، من الرجال الذين دخلوا؟ محمد نعم. صلى الله عليه وسلم، ليس عليا ولا الحسن ولا الحسين، هذا أنا مسؤول عنه، هذا رأيي نعم. أعلم أنه هناك من يقول خلاف ذلك. طيب هناك من يرى أن الآية تشمل، أنا رأيي رأي مجاهد نعم. آية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. تسألني الآن تقول طيب إذن علي وفاطمة والحسن والحسين ليسوا من أهل البيت؟ أقول لا، من أهل البيت. كيف وأنت تقول آية خاصة في الحديث وليس في الآية، في حديث الكساء وليس في الآية؟ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس من آل البيت، وآل علي من آل البيت في الحديث وليس في الآية نعم. وعبد المطلب الربيعة والفضل بن العباس من آل البيت في الحديث وليس في الآية، وهكذا. ففي أناس يعني دخلوا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن بأحاديثه وليس في الآية. في نساء النبي، الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكرنا شيخنا في الحلقة الماضية، وأنا وجهت سؤالا للإمامية وأنتظر جوابا منهم، أن إنما يريد لا جاءت بعد الأوامر. نعم. فإنما يريد لا تأتي في القرآن إلا وهي مرتبطة بما قبلها. وأنا طلبت منهم أن يأتوا بآية أو بشاهد من كلام العرب إنما يريد ليست مرتبطة بما قبلها. فهذه الأوامر ذكر بعدها الجزاء، وكما اتفق مفسر السنة والشيعة أن الأوامر القرآنية تأتي مقرونة بالجزاء، كيف جاءوا هنا وفصلوا بين الأمر والجزاء وهم في الآيات الأخرى الله أكبر يقرنون؟ صحيح يعني. صحيح. لعلنا نجد جوابا يا شيخنا، يعني أنا يستفيدون في هذه النقطة أستبعد. أو أنهم يعني ينصفوا ويعودوا إلى رشدهم يعني. ثم تعال، يعني يريد، كلمة يريد هنا يعني الإرادة تنقسم إلى قسمين. نعم. إلى إرادة شرعية وإرادة قدرية. هذه الإرادة أضرب لك مثالا، يذكرون أن رجلا سرق حماره، سرق حماره، فذهب إلى عمرو بن عبيد. نعم. كما أظن، فقال له أدعو الله أن يرد علي حماري. عمرو بن عبيد ومن على شاكلته يرون الإرادة واحدة. نعم. فقط، زين، لا يجعلون الإرادة إرادتين، إرادة واحدة لا يفرقون، قدرية. نعم. وأيضا الهداية واحدة، يجعلون هدايتين، هداية إرشاد وهداية توفيق وإلهام. سنت. فعندهم الإرادة واحدة. فماذا قال عمرو بن عبيد؟ رفع يديه للسماء، قال اللهم إنك لم ترد أن يسرق حماره، اللهم فرده عليه. فالتفت الأعرابي، هذا بسيط، رجل بسيط، قال له يا هذا لا حاجة لي في دعائك، بس هو أنت ما بك تدعي لي. قال لا حاجة لي في دعائك. قال ولما؟ قال إن كان الله لم يرد أن يسرق حماري وسرق، أخشى أنه يريد أن يرجع فلا يرجع. الله أكبر. الله. لماذا؟ لأنه لا يفرق بين الإرادتين. نعم، الله لا يريد أن يسرق حماره، الإرادة الشرعية. نعم. إرادة المحبة، الإرادة الشرعية لا يريد الله تبارك وتعالى. الله لا يريد أن يفعل أحد المعصية، الله يريد الناس جميعا أن يستقيموا على أمره. حسنت. وراضي. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبع، ويريد الذين يتبعون شأن تميلوا ميلا ميلا عظيما. يريد الله أي يريد الله بكم يريد الله يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر. العسر، هذه الإرادة إرادة شرعية وهي محاب الله. لكن هل وقعت؟ أبدا. أبدا. الله لا يرضى لعباد الكفر. يحد كافر؟ نعم. الكفار أكثر من المسلمين. نعم. صح ولا لا؟ نعم. الكفار أكثر من المسلمين. إذن الإرادة التي نفاها عمرو بن عبيد صحيحة، أنك لم ترد، أي لا تحب، لا تحب أن يسرق حماره، لكن يريد قدرا وكونا. نعم. قدرا وقع، قدرا وقع هذا. نعم. عبد الجبار الهمداني المعتزلي دخل يوما على المعتمد بن عباد. نعم. وعنده أبو إسحاق الإسرائيلي. نعم. فقال عبد الجبار الهمداني المعتزلي، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا هذه كلمة جميلة كلنا نقولها، في ظاهرها جميلة، إن الله منزه عن الفحشاء سبحانه وتعالى. نعم. قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، لكن أبو إسحاق الإسرائيلي انتبه لمراده. نعم. وأنه يريد أن الله لم يخلق الشر سبحانه وتعالى، ولا يريد أن يقع الشر، فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ما يشاء. الله أكبر. سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. نعم. فغضب أو التفت عبد الجبار الهمدان، لأنه يعرف الإسرائيلي، فقال له أيريد ربنا أن يعصى؟ لأنه لا يفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية. سبحان الله. يريد أن يحب أن يعصى. قال أيريد ربنا، يريد أن أنه يحب، أيريد ربنا يعصى؟ قال أيعصى ربنا قهرا؟ الله. طيب سلمنا لا يريد،
سلمنا لا يريد، لكن في معصية ولا ما في معصية؟ أسألك الآن. نعم. في معاصي. نعم. في كفر. لا شك. زندقة. قال أيعصى ربنا قهرا؟ إذا معناها لا يريد أي لا يحب أن يعصى، لكن يريد قدرا. نعم. ما كفر من كفر إلا بإرادة الله. ما في أحد يكفر غصبا على الله سبحانه وتعالى. أي كافر ما يفعل شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى، وأي مسلم ما يفعل شيء إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. قال أيعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وهي هداية الدلالة والإرشاد، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء، وهي دلالة التوفيق والإلهام. هؤلاء الذين لا يفرقون بين الإرادتين يضيعون هنا، لكن الذي يفرق بين الإرادتين يقول الله له إرادة بمعنى المحبة، ما يريده الله أن يحبه. هناك إرادة التي هي إرادة المشيئة الكونية، هذه تقع ولو لم يحبه الله تبارك وتعالى. وضحوا الصورة أكثر لإخواننا المشاهدين. اسمح لي الآن. فاطمة رضي الله عنها، هل يريد ربنا أن تؤمن؟ يريد أن يحب. نعم. يحب أن تؤمن؟ يحب. إذا الإرادة الشرعية وقعت، لأن الله يحب لها أن تؤمن. هل آمنت؟ آمنت. إذا وقعت الإرادة الكونية. إذا وقع، إذا اجتمعت فيها الإرادتان. نعم. اجتمعت الإرادة الكونية حصلت بإيمانها، والإرادة الشرعية حصلت بمحبة الله لذلك سبحانه وتعالى. أبو لهب هل آمن؟ لم يؤمن. لم يؤمن. هل يحب الله أن يؤمن؟ يحب. يحب. نعم. ولا يرضى لعباده الكفر. إذن يحب أن يؤمن، لكن هل آمن؟ لم يؤمن. إذن وقعت الإرادة الشرعية وهي محبة الله لإيمانه، ولم تقع الإرادة القدرية الكونية التي هي المشيئة، لأنه لم يؤمن. لم يؤمن. هؤلاء الذين لا يفرقون بالإرادتين يضيعون. طيب، الإرادة هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر، هل هي شرعية أو قدرية؟ ننظر. إذا قلنا قدرية يريد أي صار، تم، تم. نعم. وقع. نعم. لأنه يريد يعني وقع. طيب، وقع إذا كان وقع، وقع، تعال نسأل سؤالا الآن، أيهما قبل، نزول الآية أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما قبل؟ عندهم، عندنا وعندهم، عند كل الرواية. الرواية، الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية في بيت أم سلمة جللهم بالكساء وقال اللهم هؤلاء أهل البيت أذهب عنهم رجس طاهر تطهير. طيب، نعم. إذن إذا قلنا الآية نزلت قبل، إذن لا يمكن أن تكون الآية سببا لهذه الحادثة، الحادثة عقب الآية، يعني الحادثة بعد الآية. نعم. إذا كانت الحادثة بعد الآية لا يمكن أن تكون الآية سبب نزولها، هو الحادثة، الحادثة عقب. عقب. ما أدري وضحت؟ واضح. واضح. إذن عندنا إذن الآية والحادثة، هم يقولون سبب نزول الآية الحادثة. طيب، إذا كانت الآية نزلت قبل الحادثة كيف تكون الحادثة سبب نزول؟ تمام. الآية ما يمكن. ما يمكن. ما يمكن أبدا تكون. ثانيا، تعال، أنا قلت لك الحلقة القادمة سامحك الله، قلت لك ذكرني في دعائي الذي قدمت به حديثي، وهو اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم ايش الدعاء؟ اي اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي امري واطلق لي لساني يفقه قولي. كنت مره في مجلس في درس، فقال مقدم الدرس يتكلم عني هو، قال صلى الله تبارك وتعالى ان يغفر له ذنبه، يقول لي أنا، يدعو لي أمام الناس، يقول أصلا أن يغفر له ذنبه ويسر له أمره ويحلل عقدة من لسانه تفقه قوله. التفت عليه قلت وأنا قايل لك عندي عقدة في لساني، عرفت؟ قلت أنا قايل لك عندي عقدة في لساني، قال نعم. قلت أنا قايل لك عندي عقدة في لساني، قال نعم. إيش حقك تقول هالدعاء؟ لماذا تقول هذا الدعاء؟ ما فيني عقدة في لساني، الحمد لله، أنا أحمد الله على هذه النعمة، ما عندي عقدة في لساني، الحمد لله، أستطيع أن أتكلم وكلامي واضح الحمد لله.
أنا قايل لك عندي عقد في لساني؟ قال لا. قلت له ليش تقول؟ قال لا بس هو دعاء. قلت له يا أخي هذا الدعاء لمناسبة موسى عليه الصلاة والسلام. أحسنت. زين؟ كما قال عنه فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وموسى قال: أرسل معي أخي هارون هو أفصح مني لسانا. فموسى عليه الصلاة والسلام هو نفسه كان عنده يعني في لسانه شيء. ويذكرون أنه لما أكل الجمرة بدل التمرة. زين؟ الله أعلم بصحة القصة لكن نذكرها طالما استطردنا في هذا الموضوع. أن موسى عليه الصلاة والسلام جاءه فرعون مرة يلاعبه فأمسك بلحية فرعون وجرها، وهو طفل رضيع صغير. طيب جر لحية فرعون فغضب فرعون منه حتى كاد أن يقتله لأنه ليس ابن الله، هو ربته امرأته فأراد يقتله. فقالت امرأته دعي. قال لا هذا ينظر إلي نظرات كذا ويجر لحيتي. على فكرة فرعون ملتحي. زين؟ قالت يجر لحيتي وكذا. فقالت اهدأ. قال لا بدأ أقتله. قال شوف نعمل له تجربة، نضع له جمرة وتمرة. إن أخذ التمرة هو يدرك الأمور واصنع به ما شئت، وإن أخذ الجمرة فلا سبيل إليك إليه، فلا سبيل لك عليه. قال أحضر جمرة وتمرة. فأحضر جمرة وتمرة لموسى. قالوا فأراد أن يمد يده للتمرة لأنه يدرك صلاة الله. فأوحى إليه جبريل أن مد إليك إلى الجمرة. فأخذ الجمرة وضعها في فمه. فأخذتها منه امرأة فرعون التي ربته أمه في التربية. فأخذتها منه. يقول هذا أثر في لسانه. فهذا موسى قاله صلوات ربي وسلامه عليه وحل عقدة من لساني يفقه قولي. فالدعاء بدون مناسبة ما له معنى. فهذا لما يقول، لما أنت تقول أو أنا أقول اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، ما فيك شيء. ما فيك شيء. لما أقول مثلا اللهم اجعلني ذكرا، أنت ذكر. شنو اجعلني ذكرا؟ اللهم اجعلني مبصرا، أنت مبصر. ما يصلح. من الذي يقول اجعلني مبصرا؟ الأعمى. الأعمى يقول اجعلني مبصرا. من الذي يقول اجعلني تقيا؟ الفاسق. وظل تحصيل الحاصل ما له معنى. طيب لغو. لغو. نعم. هم يقولون الله عصمهم. متى عصمهم؟ رجعنا الآن الموضوع. متى عصمهم الله تبارك وتعالى؟ خلقهم معصومين. هم يقولون خلقهم معصومين. معصومين. هم مخلوقون معصومون. معصوم. كانوا معصومين من الأزل. بل قبل الخلق هم مخلوقون كانوا أنوارا حول العرش. بغض النظر. لكن القصد إن متى عصموا؟ متى عصموا؟ إذا كان عصموا الآن عندما جللهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناته فاطمة طول هالسنين ما هي معصومة. وعلي كذلك طول هالسنين مو معصوم. ما هو معصوم. طيب الحسن والحسين من يومهم صغار معصوم. يعني الحسن والحسين أفضل من فاطمة وعلي. سنت. لأن العصمة جاءتهم منذ الصغر. لا ينال عهد الظالمين. منذ الصغر جاءتهم العصمة. نعم. زين؟ إذا الحسن والحسين أفضل من فاطمة وعلي في هذا. فإذا قلنا عصموا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب إذا كانت الإرادة كونية وعصمهم الله والله يخبر النبي هؤلاء معصومون، زين يأتي النبي يقول اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، دعا لهم لغو. حاشا النبي أنا تحصيل حاصل لغو. والنبي لا يقول اللغو أبدا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك إذا لا يمكن أبدا. هي الآن أنت ضعها هكذا عندك. متى نزلت الآية؟ قبل الكساء، بعد الكساء، مع الكساء؟ طبعا الرواية كلها تقول في التي طلعت عليها الرواية تقول أنه الآية نزلت قبل، بعد، بعد ما جللهم عفوا قبل قبل قبل, قبل. الآية نزلت قبل ثم جللهم بالكساء. لما نزلت الآية جللهم بالكساء. زين خلنا نفترض أنها بعد، بعد أن جللهم بالكساء نزلت الآية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو لهم يقول اللهم ادعو عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والآية نزلت بعد. طيب بعد ذلك نزلت الآية إنما يريد الله لدعائكم استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يثبت أنه لم يكونوا معصومين قبل ذلك، وهذا يناقض ما عليه عقيدة الشيعة أن العصمة كانت قبل ذلك. حسنت. أنهم ولدوا معصومين وكانوا معصومين، وإلا لازمهم أن عليا قبل هذه الآية لم يكن معصوما، ولا أحد يقول بهذا. إلزام واضح. أنا ما سمعت أحد من الشيعة يقول أن عليا ما عصم إلا بعد هذه الآية، بل يقول كان معصوما قبل. يقول كان يقرأ التوراة والإنجيل وهو في بطن أمه. كيف يكون هذا الأمر؟ إذا ما فائدة الدعاء؟ لا فائدة. لا فائدة. لغو.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عصمه، يقول الله أنا عاصم وصلي اشتري أنت، يعني يتهمون الرسول بأن يهذي بكلام لا نعم عاصمه وصلي. سبحان الله، جزاهم واضح حقيقة. يعني طيب شيخنا، يعني لو نتأمل يعني قليلا نتوقف، يعني إنما يريد الله ليذهب عنكم. طيب إذا كان ليس هناك شيء، يعني لماذا يذهب؟ يعني قال ليذهب عنكم، يعني يستفاد من الآية أنها تدل على نفي العصمة لا لإثباتها أو تقريرها كما هم يقولون. يعني يقول ليذهب عنكم يزيل شيء، شرعية قلنا إرادة شرعية تعليل. نعم. هذا تعليل. نعم. كل هذه الأوامر، كل هذه النواهي لأجل أن يذهب الله عنكم الرجس ويطهر بفعلكم أنتم. تعال إنسان لم يكن معصوم هلا فضل. شوف تفسير قول الله تبارك وتعالى عن يحيى الصلاة والسلام، زين؟ نعم. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالح. ما هو الحصور؟ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يحيى الصلاة والسلام. ما هو الحصور؟ قالوا الحصور هو الذي لا يأتي النساء. الحصور هو الذي لا يأتي النساء. لماذا لا يأتي النساء؟ قالوا عنين. لا يستطيع أن يجامع النساء. زين؟ وقال بعضهم الحصور هو التقي الذي لا يأتي الحرام. هذا هو الحصور. يمنع نفسه من الحرام. أيهما أليق بيحيى؟ أنه عنين؟ عنين عيب. الرجل لا يزوج إذا كان عنيناً. حسنت. والمرأة إذا تزوجها الرجل ثم ظهر لها أنه عنين تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة. صح. ويعتبرونه غشاً. نعم. ويعتبرونه من العيوب المبيحة لطلب الطلاق. صح. فهل كان يحيى عنينا؟ لا. الأنبياء أكمل الناس خلقا وأكمل الناس خلقا. إذن كيف كان يحيى صلى الله عليه وسلم؟ كان تقيا ورعا متدينا لا يأتي الحرام. هذا الحصور في يحيى. فإذا إذن هذا هو المدح. المدح أن تمنع نفسك لا أن تعجز. صحيح؟ أنت هذه الشجاعة، هذه التقوى. أن الإنسان وذاك يقول العفو متى؟ العفو متى؟ مع المقدرة، عند المقدرة. لكن واحد غير قادر ويعفو لا فضل. أنا لما يجيني واحد طوله مترين بعرض متر، نعم، زين، ويجابني تي ويعطيني كف، نعم، يضربني كف كذي، أنظر يقول له أنا مسامحك، أقول أنا سامحتك، ماذا يقول؟ يقول لا الله خليك لا تسامحني، أبى أشوف شو تسوي، يلا لا تسامحني، ما أقدر. فالعفو إنما يكون عند إيش؟ عند المقدرة. هذا هو العفو، هذا هو العفو. لذلك أنا أقول العصمة ليس فيها فضل. أحسنت. هذا يا شيخ أصلاً يعني تنافي التكليف. إي أحسنت. يعني كتاب الشيخ منهاج السنة النبوي في الرد على الشيعة القدرية. نعم. خلق أئمة معصومين في أفعالهم، خلق أفعالهم معصومة، هذا اتجاه جبري يتناقض مع أصلهم القدري أن المخلوقات خارج عن مقدور الله، يعني أن الله لا يخلق أفعاله. فهم يقولون أن هؤلاء مخلوقين معصومين في أفعالهم. نعم. مجبورون على ذلك. نعم. هذا ولا فضل في هذا. نعم. ولا فضل في هذا. ويتنافى مع، وإنما الفضل في أن الإنسان يستطيع أن يفعل ولا يفعل. هنا الفضل، هنا الفضل، أن يستطيع أن أعصي ولا أعصي، هذا الفضل. أما أني عاجز عن المعصية هذا ما هو فضل، ما في فضل. لكن تقول في حكمة، في حكمة. لكن الفضل يعني أستطيع أن آتي هذا الخطأ ولا أفعله. هنا طيب بقي عندنا قضية، تبقى عندك وجوه يعني في نقض. ابن بابويه القمي. نعم. ماذا يقول؟ نعم. يقول من نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم في شيء من أحوالهم. سبحان الله. ها؟ نعم. إيه؟ فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر، يعني يكفرون بالعصمة. يكفرون بالعصمة. طيب. هذا في اعتقادات الصدوق صفحة 800. هل يجوز أن تؤسس قضية عقدية يكفر فيها الناس، قضية عقدية يكفر فيها الناس، طيب، على أدلة ظنية يفهم من الآية تؤخذ من حديث آحاد؟ وأنا هذه رسالة من خلالكم أرسلها. نعم.
أنا أقول حديث الكساء هذا نعم زين رواه مسلم في صحيحه. أنا من عندكم أطالب الشيعة كلهم أن يرووا لنا حديث الكساء، هم يقول نأخذ من المتواتر ها؟ نعم. أنا أطلب منهم تواتر حديث الكساء، وبعد 5 دقائق سأتنازل. حسنت. الآن أطلب التواتر لحديث الكساء حتى يستدل به على على قضية عقدية عظيمة يكفر من خلالها الناس مسنداً طيب؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من لم يدع لهم العصمة فقد جاهلهم، ومن جاهلهم فهو كافر. إذا من لم يؤمن بالعصمة طيب؟ هو كافر. من لم يؤمن بالعصمة فهو كافر. طيب. طيب من أين جاءت العصمة؟ قالوا من حديث الكساء. جميل. الذي هو مفسر للآية. أنا أقول لهم يشترط على الأقل أن يكون حديث الكساء متواترا. أنا أطلب من الشيعة الآن نعم. أن يذكروا لنا طرق حديث الكساء التي من خلالها صار متواترا، وبعد 5 دقائق نعم. سأغير رأيي. أتذكرني بعد 5 دقائق. خل أكتبها عندي. طيب. لعل الجمهور يذكروننا بعد. طيب معنا شيخنا اتصالات، نأخذ اتصالات. تفضل. معنا أبو محمد من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ يا مرحبا. حياكم الله. إذا أمكن حضرة الشيخ. حياك الله. تفضل. والله يعزكم شيخ العزيز، سؤال. تفضل. لنفترض أنه دخول النساء مشمول بآية التطهير، وأهل البيت مشمولين كذلك. نعم. سؤالك كالآتي: لو أن أحد شخص من هؤلاء أهل البيت عاد رسول الله صلى الله عليه وآله، عاد، هل يشمل بآية التطهير أم يخرج منها؟ عفوا، عاد رسول الله، عاد رسول الله، كذب على الله وعلى رسوله، هل يخرج من التطهير؟ نعم. نحن طبعا ابتداء معي معك. نعم، نحن ابتداء لا نقول أن هذه الإرادة إرادة قدرية، وإنما هي إرادة شرعية، أي أن الله يريد أن يطهرهم شرعا. شرعا شيخ العزيز، سؤالي واضح. أعد. من عاد رسول الله له عذاب في الدنيا والآخرة أم لا؟ بلى. بلى؟ بلى، إذا تعمد إذا النبي نعم له ذلك. سؤالك الآتي: سورة الأحزاب آية 56. نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. طيب. جيد؟ طيب. جيد. صحيح مسلم، صفحة 705، رقم الحديث 1479، والراوي عمر بن الخطاب الخليفة الثاني، قال: أوصل بك الأمر يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالت: ما لك وما لي يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. ثم ذهب إلى حفصة وقال لها: أوصل بك الأمر أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله؟ والله إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحبك، ولولا لطلقك. هذا الأول. الثاني، صحيح مسلم، 1432، دار الفكر، طباعة، صفحة 686، كتاب الرضاعة، باب التحريم بخمسة رضعات، رواية 3487، عن عائشة قالت: إنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. هل هذه الآية موجودة في القرآن؟ إذا كانت لا توجد في القرآن، إذن القرآن فيه تحريف. وإذا كانت موجودة والسند صحيح، إذن كذبت عائشة على الله وعلى رسوله. ولكم الجواب في أمان الله. هلا، حياك الله. طيب معنا واضح. طبعا. صالح من السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. الله يعطيك العافية شيخ، وأحب أحيي الشيخ عثمان، الله يعطيه العافية
نسأل الله عز وجل أن يكتب أعماله في موازين الحسنة إن شاء الله. يا آمين ويا جزاك الله. يا شيخ الكريم، أنا بالنسبة للجهود اللي تقومون فيها جهود نيرة، ونسأل الله عز وجل أن يتم فيها وأن يظهر الهداية والحق لمن هم أهل لذلك. أنا أتمنى من عوام الشيعة أن ينظروا إلى يعني هذه سلسلة حلقات وسنين في قناة فصال وقناة الحقيقة تعرض أشياء يعني رئيسية، هم الآن ينثرون بحوثهم في أشياء فرعية. أسأل الله عز وجل أن يبين لهم الحقيقة، لا يطولون في هذا ولا يطولون، يعني كل شيء واضح. علماءهم كم دعاهم الشيخ عدنان العرعور، وكم دعاهم الشيخ أجلاء إلى الحضور وحضور ويناظر يعني نجدهم يحضرون وحلقات معدودة ومن ثم ينسحبون. يجب أن يبصروا الحقيقة، لأن هذه الدنيا ثانية وليس لهم أي حجة. هذه القناة حقيقة ووصال لم تظهر في فترة زمنية سابقة، الآن الحجة ظهرت لهم، الآن الحقائق بشكل أصول تعرض. الشيخ عثمان الله يجزاه الخير، الشيخ العرعور، الشيخ الدمشقية، يعرضوا حقائق أصول. لم نجد علماءهم وكبارهم الذين هم يدعون في قنواتهم، والله يعني أنا أخاف عليهم من يوم يعني لا يقبل لهم عذر. يا أخي اصحوا يا جماعة الخير، أنتم الآن في موقف، ونحن في آخر زمان، نحن في علامات تظهر. يعني اصحوا لأنفسكم، خلاص يعني كفاية هذا التضليل. تنظروا في أمور فرعية، عائشة وعمر في أصول بحثنا فيها ولم يجد من علماءكم إجابة. يا جماعة الخير الآن نحن في موقف، إذا يا إما تصحوا وتنقذوا نفسكم من النار، أو لم يقبل عز الله عجل الله عز وجل لكم حجة في حينها. والله 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 ظهور قناة وصال والحقيقة إنما هي تبيان للحقيقة، تبيان للحقيقة. أو في السابق كنا يقول لم نعلم، لم أحد يحضر إلينا، الآن الحق ظهر. أحواز الشعب الأحوازي أصبحوا الآن قنوات وصال الفارسية أصبحوا يهتدون، وهم عندما يروا الحقيقة. أنتم يا عرب تسمعون بالحقيقة من شهور ومن سنين وإلى الآن لا. يعني أنا أتمنى من الله عز وجل لهم الهداية. جزاك الله خير. كان نسأل الله أن لهم يعني الصلاح والهداية، وأن يبعد عنهم سراءات المعممين هؤلاء وكذبهم. بارك الله فيك أخي صالح وجزاك الله خير، واللهم أمين على دعواتك الطيبة. معنا فؤاد من اليمن، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ حياكم الله. أنا عندي سؤال لأخواني الشيعة، الله يحفظهم ويبارك فيهم. الله المستعان. راح الاتصال، تبقى معنا شيء. طيب شيخ الحبيب أبو محمد من العراق، الذي حقيقة تفوه يعني بعبارات، نحن نسمح لهم أن, 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 أن يدلوا بآرائهم لكن بأدب، الله يهدي. نعم. نتمنى ألا يسيء الأدب. نعم. يعني مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما أنه لا يرضى أي مسلم. نعم. أن تمس زوجة علي رضي الله عنه أجمعين. فليحسن الأدب مع زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو يعني من المتصلين أن يعرضوا استشكالاتهم وأسئلتهم بدون التلفظ بهذه الألفاظ السيئة التي نستطيع أن نردها، وكنا نتمنى أن يبقى على الهاتف حتى نرد عليه، ولكن عموما نتفضل شيخنا. يسمع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لقوله أن عمر رضي الله عنه قال لعائشة لماذا تؤذينا، هذا قول عمر وليس نصا من الله تبارك وليس نصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إذاء النبي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له من أحب الناس إليك قال عائشة صلى الله عليه وسلم. فقضية أن عائشة آذت النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح أبدا ولا يسلم له، بل الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هو علي رضي الله عنه. وأنا لا أقول هذا طعنا في علي رضي الله عنه، لكنها رواية عندنا وعندهم، عندنا في الصحيحين وعندهم في البحار. أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له يا رسول الله
إن الناس يقولون أنك لا تغضب لبناتك. نعم. قال وما ذاك؟ قالت إن عليا خطب ابنة أبي جهل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وقال إن آل عمرو بن هشام أخبروني أن عليا يريد أن ينكح ابنتهم فإني لا أرضى إلا أن يشاء علي أن يطلق فاطمة. فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فنحن نقول له الآن هل تقبل أن هذه الآية تصدق على علي؟ نحن لا نقول أبدا ذلك. لا نقول أن عليا والعياذ بالله مو قادر أقولها. طيب لا نقول هذا في علي رضي الله عنه. فعلي عندنا أكرم وأشرف منا ومن آبائنا وأمهاتنا وأهلينا رضي الله عنه. لا نقول هذا في علي رضي الله عنه، ولكن نقول فاطمة تأذت من هذا الكلام، وهو أن عليا أراد أن يتزوج عليها، أذاها هذا الأمر، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيه ما أذاها. فإذا كان علي أذاها فالنبي يقول أنا تأذيت مما تأذت منه فاطمة رضي الله عنها. فماذا أنت قائل؟ ونحن نقول بهذا، نحن نجل عليا ونجل عائشة ونجل حفصة ونجل سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهن في غيرتهن. نعم، لأنهن لسنا معصومات، هذه يعني ممكن يصدرونها غيرة طبيعية يعني. وحصل فاطمة رضي الله عنها طبيعي. حصل فاطمة أنها غارت، وهذا ليس عيبا، ليس عيبا أن تغار المرأة على زوجها، بل هذا مما يسعد الرجل. إذا كان أذية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لماذا لم يعطيه زوجاته معصومات؟ نعم، بل رضي الله عنهن ونهاه أن يتزوج عليهن. نعم، ولا أن يبدل بهن غيرهن أبدا. شوف الآية في نفس السورة التي أراد هو الكلام عنها. نعم. قال الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صحيح؟ نعم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هل أبدله؟ إذا ما في خير منهن. الله أكبر. لا يوجد خير منهن. الله أكبر. لم يبدلهن ما في خير منهن. شيخنا فعلا ورضينا بنبي الله صلوات ربي وسلامه ورضي بهن صلوات ربي وسلامه عليه. سم شيخنا يعني شوف تأذني شيخنا يعني تلاحظ أنهم يتبعون الهوى، هم يعني يحقدون على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في زوجاته لأي غرض لأي مناسبة. زرارة يعني ابن عيون الراوي الثقة عندهم، يعني هذا الرجل يرفع صوته على المعصوم ويفعل فعلا قذرا، والله أستحي أن أتلفظ به لكن لابد أن أتلفظ به، أنه ضرط في لحية المعصوم. طيب هذا الرجل القذر الملعون عندهم كيف صار من أجلة أرواتهم؟ يعني تلتمسون أي مدخل على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لتطعنون فيهن، وهؤلاء الرواه الملعونين الحيارة الذي على لسان المعصوم كما يقول عنهم الذي يفعل هذه الأفعال القبيحة في لحية الإمام. هذا يقولون تتعجب عند الخوي عندما يلتمس له الأعذار، تنظر كيف أنهم أقرب شيء فعل بشري يصدر من الصحابة، فعل بشري يصدر من الصحابة أو الزوجات، يستغلونه للطعن مباشرة والضرب. نعم صحيح. أما الرواه فهؤلاء عندهم هالة من التقديس، حتى لو فعلوا مع الإمام هذه الأفاعيل، وهذه الرواية ثبت عن زراء بأسانيد صحيحة عند الكشي، ومع ذلك لا ينظرون لها بل يلتمسون لها المعاذير. فانظر كيف الهوى الله المستعان تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. معنا تسمح لي شيخنا في السؤال الثاني ما نجيب عليه أو تسمع نأخذ اتصال ما في مشكلة. طيب. أم محمود من البحرين تفضلوا. محمد من العراق تفضل. نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل. تفضل تفضل. أنت قبل مدة ذكرت بأنه الإمام العصمة هذه الآية إنما يريد الله أن يدفع عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني اللي يخص بها بالعصمة معناته أنه العمل ماله مجبور عليه، مو هيك حضرته؟ سؤال، لا ما قلت مجبور عليه. لا هو حضرة المقدم قال. المقدم. قال إيه نعم قلت. العصمة الإنسان إذا كان معصوم من. نعم خلقوا معصومين يا. على قوله. يا محمد. مجبور على عمله. اسمح لي بس أنت قلت مجبور على عمله. لا لا نقطة. ما له فضل. نقطة نتفق عليها. عمله. اسمع يا محمد. نعم. إذن لي بس نقطة نتفق عليها. هل خلقوا معصومين؟ اسمح لي أنا أكمل لك. اكتب هذا الشيء تنفي إن عصمة حتى الأنبياء. يا أستاذ اسمعني نقطة نتفق عليها، هل خلقوا نعم. معصومين من أن يرتكبوا الخطأ ويفعلوا الشرور؟ نعم اسمح لي أجاوبك. تفضل. الله سبحانه وتعالى يعني اطلع على الأنبياء، مثل الأنبياء، فوجدهم أهل للعصمة عصمهم، ونفس الشيء الأمة حضرتك، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم أنهم أهل هذا وكل يقترب حسب إناعه، مو صحيح؟ إذا نفيت العصمة عن الأمة وقلت ماكو عصمة معناته حتى الأنبياء ما معصومين، وهكذا؟ نحن لا نقول أن الأنبياء خلقوا معصومين. لا أنا ما قلت أن خلقوا معصومين. أنت لا تقيس لا تقيس لا تدخل في القياس. وإنما أنت قلت ماكو فضل. سؤالي واضح يا أستاذ محمد، أسأل الله أن يوفقنا وياك. أكو خطأ أنت يعصمك من عنده، وهذا يسبب إساءة طبعا لعصمة الأنبياء. يسبب كيف؟ خلينا نكمل. إيه تفضل. أرجوك معليش أن الصوت عندك ضعيف. حضرت الشيخ توا ذكر بأن الإمام علي هو اللي أذى فاطمة، مو صحيح؟ علي. طيب إيه نعم. نعم. يعني إذا كان هذا الحكي إنه النبي يغضب لزواج علي من ثانية، والقرآن يقول مثنى وثلاث ورباع، معناته النبي خالف القرآن، وهذا غير يعني لا يستقيم، يعني دليل هذا أصلاً يعني حتى يعني اللي ما عنده خبرة في هيش أمور هو يعرف هذه القضية، مستحيل يكون هذا النبي يخالف حكم شرعي الله سبحانه وتعالى أنزل بالقرآن، يعني مثنى وثلاث وأربعة، تعرفون بعد الزواج إن المسلم إلى حق أربع، فكيف النبي صلى الله عليه وآله يقول لنا علي أنا أغضب منك إذا كانت تتزوج ثاني؟ هذا غير يعني لا يستقيم، يعني أصلاً هذا حتى يضحك يعني والله. ثانيا يا اخي انت يقول مساعة الشيعة، يعني هذا الولد اللي اتصل يقول الشيعة انهم خلي يديرون بالهم القضية هاي، انا نفسي النصيحة نصحة والله، يعني الانسان لما يريد نصحة يجب ان يطلع على عقائدهم، يطلع على مثلا دينهم حتى ينصحهم، ايضا يقرأ الكتب مال الشيعة، يستمع لعلماء الشيعة، مو جانب واحد، الجانب الواحد طبعا هذا يكون بظلم. وانا اشكركم شكرا جزيلا. يا مرحبا. حياك الله. طيب حياك الله. معنا فؤاد من اليمن، تفضل يا فؤاد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي يا أخوك يعني سؤالك باختصار يا فؤاد. سؤالي باختصار يا أخي، يعني أخواننا الله يهديهم الشيعة يعني يدعون يقولون إن علي اللي نجى نوح من الغرق وأخرج يونس من بطن الحوت ونجى إبراهيم من النار، يعني سؤال يعني استغفر الله متى خلق الله علي رضي الله عنه؟ السؤال الثاني إنهم يطلبون الفرج والشفاء وقضاء الحاجة من الأموات، فهل الأموات يسمعون أو ينفعون أو يبرون؟ فلماذا ما يطلبون من الله الحي الذي لا يموت؟ ملاحظة إن مشائخهم ودعاتهم يدعون حول الإمامة وحول آل البيت وحول العصمة وحول، فلماذا ما تكون دعواتهم ومحاضراتهم دعوة لله سبحانه وتعالى، دعوة حول الآخرة، حول الدين، حول التوحيد، حول يعني الفقه الديني، كلها حول الإمامة وما شابه ذلك؟ هذا ما أحببت أن أشارككم فيه. جزاك الله بارك الله فيك. جزاك الله خير يا فؤاد. طيب تفضل شيخنا معليش. بالنسبة لسؤالي الثاني،
وهو الذي هو أبو محمد حديث الرضاع. أولا يعني مشكلة الشيعة أنهم لا يؤمنون بنسخ التلاوة طيب، وإنما يؤمنون بالتحريف، وهذه مشكلة عظيمة جدا. نحن نؤمن بنسخ التلاوة ونسخ الحكم، والله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ويقول ربنا تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، ويقول ربنا تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. فنحن نؤمن بالنسخ. عائشة رضي الله عنها عندما قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومة يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن. تريد أن تقول رضي الله عنها ليس أن هذا من القرآن الذي لم يكتب، والحمد لله لم يتهم حتى الشيعة، حتى الشيعة لم يتهموا أهل السنة بالقول بالتحريف، ولذلك أهل السنة يصرحون بلا تردد بكفر من يقول بتحريف القرآن. وأنا أقول لأبي محمد الذي اتصل، اذهب إلى كل علمائك بلا استثناء واطلب منهم أن يكونوا صريحين كعلماء أهل السنة بأن من يقول بتحريف القرآن بأنه كافر، وأهل السنة يصدحون بذلك ويصدعون. كل من يقول إن القرآن محرف كافر هكذا يصرحون بها، فليصرح علماء الشيعة بذلك. لماذا لا يصرحون؟ لأن أئمتهم يقولون بالتحريف وهم يقولون بالتحريف. حسنت، واضح. هذه القضية الأولى. وحديث عائشة رضي الله عنها عندما تقول ذلك أن كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، هذا نزل كما قالت عائشة رضي الله عنها، نسخنا بخمس، هذا يسمى نسخ التلاوة، نسخنا بخمس أو نسخ الحكم، المهم نسخنا هذه 10 بخمس، والظاهر نسخ التلاوة. ثم نسخت الخمس، الخمس نسخت نسخ تلاوة ليس نسخ حكم، فبقي حكمها وذهب رسمها، فهذا يسمى نسخ التلاوة وذاك يسمى نسخ الحكم. لكنهم لا يعقلون هذا، لا يفهمون في نسخ التلاوة ونسخ الحكم، مع أن علماءهم ينصون على ذلك، يعني علماءهم الذين لا يصرحون بالتحريف يقوم بنسخ التلاوة، والذين يقوم بالتحريف لا يقوم بنسخ التلاوة. إذا من يقول بنسخ التلاوة من علمائهم لا يعلمون بالتحريف، قائلون بالتحريف على كلامه اللي يلزمهم ذلك. المتصل. فالقصد إذن أن قول عائشة رضي الله عنها أن نسخنا بخمس معلومات مات وهن ما يتلم القرآن، تريد أن تقول تأخر النسخ حتى إن البعض لم يعلم بنسخه فكان يقرأ، لا أنه بقي قرآن وحذفه الصحابة رضي الله عنهم، ولكن قرئ أي أن الكثيرين أو البعض لم يعلم بنسخه فما زال يقرأه لتأخر نسخه، لا لأنه لم ينسخ ولكن لتأخر نسخه. تريد أن تقول أنه تأخر جدا لدرجة أن البعض لم يعلم بنسخه، والوقائع كثيرة في السنة. أما قوله عن عصمة الأنبياء يعني هي قضية، نحن نقول الأنبياء معصومون من 3 أمور أو 4. الأنبياء معصومون من الكفر، الأنبياء معصومون من الكبائر، الأنبياء معصومون من خوارم المروءة اللي هي الأشياء اللي قال عنها عيب، الأنبياء معصومون في التبليغ، لكنهم بشر يصيبون ويخطئون، هذه عقيدتنا. وذكر الحافظ بن حجر أن إجماع السلف من الصدر الأول على أن الأخطاء يمكن أن تقع من الأنبياء اللي تسمى الصغائر، ولكنهم لا يقرون عليها وينبهون لها مباشرة. ومنها قول الله تبارك وتعالى وعصى آدم ربه، ومنها قول الله تبارك وتعالى عن موسى وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وأخوه نبي كريم، وكذا قول الله تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين وقال إذ أبق
والإباق هو الخروج عن الطاعة. إذا بقي الفلك المشحون ذاك عاتبه الله تبارك وتعالى، قال لولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هم يرضون أن المعصومين يختلفون، لأنه ترك أمر الله تبارك وتعالى قبل أن يأذن الله له، بل قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، وقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال وتخفي في نفسك ما الله مبديه. والآيات في هذا كثيرة جدا، والأحاديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. فهو يقول عن هم يقولون المثل أحسن من الأنبياء، عند الأنبياء ينسون، هم لا ينسون، لا ينسون ولا يخطئون. فرق، أنا أقول لما أقول أنا معصوم رغما عنه ومعصوم باختياره. ولذلك الله تبارك أمر الأنبياء ونهاهم، كيف يأمرهم وينهاهم وهم لا يستطيعون فعل المعصية؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الأنبياء يحاسبهم الله تبارك وتعالى، وسليمان عليه الصلاة والسلام قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فقضية أن الأنبياء يعني يمكن أن يقع منهم، ممكن أن يقع منهم، نعم، ونحن لا نقول هذا طعنا في الأنبياء صلوات ربي وسلامه، لكن نحن نسير مع القرآن الكريم ونسير مع سنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. أما دعوة أنه هل النبي خالف القرآن لما منع علي من الزواج، يعني هذه القضية فقهية أكثر ما أنها عقدية أو شيء، فقهية. شلون فقهية؟ يقول حافظ بن حجر لعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يظهر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اشترط على علي أن لا يتزوج عليها. كيف؟ لأنه لما جاءت فاطمة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج علي، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر؟ ذكر العاص بن الربيع وهو زوج زينب بنت النبي ومدحه وقال وفى وفى. إذن يوجد شرط، أبو العاص وفى، نعم، معناه أن علي لم يوفي. فقالوا أما ابن أبي طالب فإني لا أرضى إلا أن يطلق فاطمة، عرفتون؟ يطلق فاطمة يتزوج. هذا يسمونه الشرط. هذه مسألة فقهية خلافية بين أهل العلم. ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز للمرأة أن تشترط في العقد أن لا يتزوج عليها، يجوز لها أن تشترط أن لا يتزوج. افتح بيبان للنساء. طيب، يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها، تضع هذا الشرط في العقد، أشترط أن لا يتزوج. هو الآن عندما يكتب العقد يقول فيه شروط للزوج أو للزوجة، ف الزوج قد يشترط شروطا، المرأة والزوجة قد تشترط شروطا، فتشترط المرأة أوليها ألا يتزوج علي، هذا شرطي ألا يتزوج علي. فهنا إذا وقع ووافق قال لها أني لا أتزوج عليها، ليس له أن يتزوج عليها، يقول أهل العلم ليس له، لأنه شرط، قالوا شرط مقبول. طيب لو أراد أن يتزوج خلف للشرط، فإن خالف الشرط، إذا خالف الشرط هنا يقال له تعال هي اشترطت عليك ذلك، قال طيب أنا أريد أن تزوج، أريد أن أخالف شرطي، يقول إذن تطلقها وتعطيها كامل حقوقها، فيصير طلاق لسبب، فيطلقها ويعطيها كامل حقوقها. قول الثاني لأهل العلم أنه ليس لها أن تشترط، لأن هذا أمر شرعه الله وأجازه للناس، كما ذكر الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قالوا فليس للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، وهذا الشرط يعتبرون شرطا باطلا لا اعتبار له. فهي المسألة فقهية خلافية بين العلماء، لكن هو لا يعلم هذا، لا يعلم هذا، فهي مسألة خلافية فقهية مناقشة بين كتب أهل العلم، هل للمرأة أن تشترط أو ليس لها أن تشترط، وهل الشرط هذا معتبر أو غير معتبر، فلا شأن لها بهذا.
وإذا قال حافظ حجر الظاهر النبي كان اشترط لبناته على أزواجهن أزواجهن. نعم. طيب شيخنا نأخذ فاصل ثم تستريح ثم نعود إن شاء الله. فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا. أكو بعض الناس يقولون هل جاي إسماعيل بن أبي طالب بالقرآن؟ إيه نعم بكل شجاعة أقول نعم. وين؟ في سورة الحج لما إبليس قال لله سبحانه وتعالى بعد طرده من الجنة لأضلنهم، الله سبحانه وتعالى قال فالحق والحق أقول هذا صراط علي المستقيم. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. زين الآن يقرون صراط علي مستقيم، هو الكتابة نفس الكتابة بس الحروف يغيروها. إيش معنى إلى حق القارئ المصري يقرأ القرآن بعض الأوقات سبع أنواع؟ وإحنا ما لنا حق نقرأ القرآن نوعيا بدون تغيير. أنت اكتب قال هذا صراط علي مستقيم، زين هذاك يقرأ صراط علي، أنا أقول صراط علي. أبطال أصلا التاريخ قام على أكتافهم. القرآن الكريم بشكل عام لا يذكر أسماء المعاصرين والذين سيأتون في المستقبل على الإطلاق إلا في هالموردين اللي أشرت لهم، الموردين الثلاثة اللي هما لفلسفة خاصة معينة وقد تبدو في بادئ النظر هامشي، يعني وين زيد؟ وزيد قضية معينة فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكن سلمان وين؟ المقداد وين؟ عمار وين؟ علي بن أبي طالب وين؟ لكن أنا أقول اسم صريح لعلي، لما إبراهيم طلب من الله عز وجل في الأمة الآخرة واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والله يقول عز وجل وجعلنا لهم لسان صدق عليا في الآخرين الأمة الآخرة، من هو لسان الصدق في الأمة الآخرة؟ عليا. عليا هنا علم لا يصح أن تكون صفة، اللسان في اللغة العربية لا يوصف بالعلي، هنا علي لا يصح باعتقادي أن تكون إلا علما، واتبعوا الموضوع. أن نصرفها عن عترة النبي، الله يقول لهم وليكم هذا الله ورسوله والذين آمنوا، من هم هؤلاء؟ هذا الشخص الذي زكى وهو راكع. الله ما يستطيع أن يقول علي يكفر هؤلاء، يكفروا بالقرآن أبدا. وبصينا الآن هواية من الناس اللي يعني فكرهم قاصر يقولون أخو إحنا نعتقد بعلم إمام علي بن أبي طالب، ليش الله بالصراحة ما ذكر اسمه؟ جوابه هذا، جوابه يا الإمام الصادق يقول والسيد عبد الحسين وكل علمائنا وكل عاقل كل من عند دراسة وتحقيق عند دراسة وتحقيق يدري أن الله لو كان يذكر اسم علي صراحة كان لعبه بالآية. هسه ما عندي وقت حتى أشرح لك في تاريخ كتابة القرآن وتدوين القرآن وعثمان السور. اقرأ عثمان السور هاي واحدة. الكلام الثاني كلام علي بن أبي طالب، كلام الإمام جعفر الصادق عليه السلام. قد واحد اجى للامام الصادق سال نفس السؤال، قال يا ابن رسول الله فليش الله بالصراحه ما ذكر اسمه علي؟ كان يقول انما وليكم الله ورسوله وعلي بن ابي طالب. قال صراحه الامام بالصراحه جاوب قال لو كان الله مخلي اسم علي بالصراحه كان المنافقين شالوا. بس الله يريد ان يكون الكتاب محفوظ لانه ضمن فقال وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية هكذا كانت، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين.
الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. بعد أكو أشياء أخرى الأفضل أن نسقط عنها. نعم أكو أشياء مصائب حول القرآن السكوت عنها أفضل. والقرآن بالمناسبة محفوظ للإمام، ما ردت إليه يد التحريف ولا النقصان ولا الزيادة، محفوظ بحمد الله بحفظ الله تعالى، الله حافظ. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. تعليقك شيخنا الحبيب على هذه التناقضات الفظيعة حول اسم علي. والله أنا قبل أن أتكلم عن التناقضات أريد أن أتكلم عن الكفريات. نعم. يعني وأدعو الشيعة جميعا، شيعة الدنيا، كل من ينتسب إلى هذا المذهب الباطل، نعم، إلى أن يراجعوا أنفسهم في هذا الكلام الذي قيل. كلام خطير جدا. صحيح. يعني هذا الخبيث عندما يقول في 7 قراءات، احنا بنحط قراءة على كيفه. أعوذ بالله. القراءات وحي من عند الله تبارك وتعالى. يقول نحن نحط قراءة من عندنا، هذا صراط علي مستقيم، ما سوينا شيء، ما حطينا 7، حطينا قراءتين بس. حتى تعرف ويعرف المشاهدون جميعا ان هؤلاء كلهم يقولون بالتحريف. أعوذ بالله. كلهم يقولون بالتحريف، والذي لا يقول بالتحريف يقوله تقية. وأنا أدعو حقيقة من خلالكم جميع شيعة العالم أن يقفوا موقفا مشرفا في وجه الطاعنين في كتاب الله تبارك وتعالى حقيقة، وإلا هم معهم وعلى جادتهم يسيرون، وإن شاء الله تعالى في جهنم معهم إن لم يثوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويتوبوا والعياذ بالله. الآن هذا يأتي ويقول أنا أريد أن أقرأ هذا صراط علي مستقيما، إيش فيها؟ إيش فيها؟ كيف إيش فيها؟ هل هؤلاء يعظمون كتاب الله تبارك وتعالى؟ أنا أريد من هذا الذي اتصل قبل قليل، نعم، أبو محمد، نعم، نسأل الله تبارك لنا وله الهداية، اللهم أن يعلق على هذا الكلام، هذا الذي يقول أنا أريد أن أقرأها هذا صراط علي مستقيم. أنا أقول دعوا التعصب، لا تكون القضية قضية الدين وآباء وأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة، والله الذي لا إله إلا هو لن ينفعكم آباؤكم ولا أجدادكم ولا علماؤكم، بل سيبرأ الجميع من الجميع في ذلك اليوم العظيم. لا إله إلا الله شيخنا، كلام خطير جدا حقيقة. يعني طيب، وهذا أيضا يقول الكوراني، يعني عندما يقول الآن لا يستطيع الله أن يقول علي لأنه لا سيكفرون، لا يستطيع الله، لا يستطيع الله، أعوذ بالله، الله على كل شيء قدير. وهذا يقول لا يستطيع الله لأنهم سيحذفونها المنافقون. طيب كما ذكر محمد أن سيحذفها الكفار والمنافقون، الحين صار المنافقون بس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين كفار مكة؟ لماذا أنزل الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه؟ لماذا أنزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة باسم هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول. وهؤلاء يقول لا يستطيع الله أن يذكر اسم علي، أعوذ بالله، يستطيع الله أن يذكر اسم محمد،
ولا يستطيعون ولا يخاف من مشركي قريش وكفار الدنيا وفارس والروم ويخاف من أبي بكر وعمر فلا يذكر اسم علي. يخاف من أبي بكر وعمر ولا يذكر أو يراعي أبا بكر وعمر فلا يذكر اسم علي. يتهمون الصحابة بالفرار والجبن من المعارك وذلك يقول الله خاف من الصحابة كما الحيدر يقول الله سبحانه وتعالى خاف من الصحابة. هم يقولون عن الصحابة والعياذ بالله أنهم جبناء وفرارين من المعارك ووصف الجبن. طيب الله يخاف منهم لماذا يخاف؟ والثاني أيضا يقول لو أنزل اسم علي للعبوا بالقرآن. أنا أبين إيش ثم سمعت كلمته إيه؟ لا أريد أن أتكلم لا أتكلم قل ما في قلبك أخرج أحسن. أخرج الكفر الذي في قلبك والذي تخفيه عن الناس أخرجه. لماذا لا تتكلم؟ سلام. الناس تسمعك قل كلمة حق قل ما تعتقد. والله الذي لا إله أنا لا ليس عندي هذا والله لا أقول إلا ما أعتقد ولا أنطق إلا بما أدين الله به وأرجو أن ألقى الله به سبحانه وتعالى. الناس أمامك وتقول لا أستطيع أن أتكلم. لماذا تقف أمام الناس إذن؟ تصعد المنبر وتتكلم الناس وتقول أكتم أشياء لا أريد أن أبوح بها. أعوذ بالله. هذا دين؟ هذا خلق؟ هذه قناعات؟ والثاني يقول أيضا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد وآل محمد على العالمين صلى الله عليه وسلم. وهذه من الخمسين التي وعدت المشاهدين الكرام بها. نعم. من الخمسين آل محمد ذكرت بالقرآن حذفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله إلا هو هؤلاء الذين تكلموا الآن نعم ليس فيهم مسلم. أنا تكفيري اليوم أنا الليلة تكفيري ليس فيهم مسلم كلهم كفار هؤلاء. إذا تكلموا بهذا الكلام كفار خذها مني ولا أتراجع في هذا. ومن يقول بقولهم فهو على جدتهم وهو كافر خارج عن ملة الإسلام. حسنت. ولا يشرف الإسلام أن ينتسب إليه هؤلاء الأقزام. شكر الله لك غيرتك شيخ الحبيب. يعني أنا أريد أبين للناس يعني كنا نحن الآن نتحدث عن آية التطهير ونتحدث عن العصمة ما وجه إيراد هذا المقطع في هذا اللحظة. يعني أنا أريد يعني أبين للناس أن العصمة الآن هم يقولون العصمة حتى تحمي شيعة أهل البيت من التناقض. طيب أين ثمرة هذه العصمة عصمة الأئمة أين ثمرتها في الواقع؟ انظر إلى علمائكم في مقطع واحد يتناقضون في 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 مسألة واحدة أين العصمة؟ أنا فاجأتموني بهذا المقطع ومتضايق جدا حقيقة. يعني فعلا يعني شيء مخزي. أنا يعني كل هذه المقاطع أول مرة أسمعها أول مرة الآن أسمعها. أنا أعرف من خلال كتبهم أنا لا أتابع المقاطع كثيرا من خلال كتبهم أعلم أنهم يقولون مثل هذا الكلام ويقوم بالتحريف ويقوم أشد من هذا لكن يجرؤ الآن ويقولونه صراحة هكذا في القنوات على المنابر وعلى المنابر ويعلنون هذا للناس وللأسف الناس ما زالت تتبعه. يعني الآن يا شيخنا حتى شوف التناقض. يعني من سب عليا على المنابر فهو كافر ومن سب في الله وطعن في كلامه ليس بكافر. على المنابر الآن يسب كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه وهذا ليس بكافر لكن يعرجون على سبوا عليا على المنابر وهؤلاء كفار. شفت التناقض كيف يتعاملون مع الثقل الأكبر وكيف تعاملهم مع الثقل الأصغر. الله المستعان. نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا الحبيب يعني أنت ذكرت كلاما عن الصدوق أنه قال من نفى العصمة في حال من أحوالهم فهو كافر. كم بقي من الوقت؟ ثمان دقائق. أنا أهديها لك. الله يجزاك خير. والله لا أستطيع. الله يرفع قدرك. خلاص. والله إن شاء الله. لا أستطيع أن أتكلم. بارك الله يا. طيب. أنت ذكرت شيخنا أنه الصدوق يقول أن من نفى عنهم العصمة وجهل حالهم حتى الجهل فهو كافر. طيب. يقول الشهيد الثاني في كتابه حقائق الإيمان صفحة 150 صفحة 151
يقول: فهل يعتبر في تحقق الإيمان أم يكفي اعتقاد إمامتهم ووجوب إطاعتهم في الجملة؟ فيه الوجهان السابقان في النبوة، يمكن ترجيح الأول. إلى أن قال: وليس بعيد الاكتفاء بالأخير على ما يظهر من حال رواتهم ومعاصريهم من شيعتهم في أحاديثهم عليهم السلام، فإن كثيرا منهم، أي من أصحاب الأئمة ومن رواتهم ومعاصريهم، فإن كثيرا منهم ما كانوا يعتقدون عصمتهم لخفائها عليهم، بل كانوا يعتقدون أنهم علماء أبرار، يعرف ذلك من تتبع سيرهم وأحاديثهم. وفي كتاب أبي عمرو الكشي رحمه الله جملة مطلعة على ذلك، مع أن المعلومة من سيرتهم عليهم السلام مع هؤلاء أنهم كانوا حاكمين بإيمانهم بل عدالتهم. يعني هنا الآن يقول: من جهلهم فهو كافر. هذه عقيدة الغلاة، هذا كلام صدق، أي هذه عقيدة الغلاة الذي دسها المغيرة وهؤلاء في كتب الأئمة ونقلها الكليين، هم الذين يعتقدونها الآن. شوف الفرق الآن. ماذا يقول؟ أيوه، يقول عن هؤلاء، يقول: مع أن المعلوم من سيرتهم عليهم السلام مع هؤلاء، أي هؤلاء الرواة الذين لا يؤمنون بعصمتهم، مع هؤلاء أنهم كانوا حاكمين بإيمانهم بل عدالتهم. قطعا قطعا. ولذلك أصلا يعني كثير من يعني رواة الشيعة لم يؤمنوا بموسى الكاظم. أكثر الشيعة واقفة، أكثر الشيعة واقفة لم يقولوا بإمامة موسى الكاظم، فضلا عن الذين بعده، الرضا والجواد والهادي، من باب واقفة. أكثر الشيعة، جل رواة الشيعة واقفة، لأن جرة الشيعة وقت شعب. وهذا يقول: من جهلهم فهو كافر، وهؤلاء يحكمون بإيمانهم بل عدالتهم. شوف باقي كلام يا شيخنا، يقول: وقد كانوا في كل زمان مخفيين، مشردين، منزوين، ملتزمين للتقية في أكثر من أوقاتهم. هم لا أصحاب لئمة لئمة عفوا لئمة عفوا صح السياق رجع لي. لا يستطيعون إخبار خواصهم بإمامتهم فضلا عن غيرهم. يعني الإمام خواص، مثلا الإمام يقولون زرارة مثلا أو كذا أو كذا، لا يخبرون. شوف الكلام، يموت زرارة ولا يعرف إمام زمانه. نعم، لا يستطيعون إخبار خواصهم بإمامتهم فضلا عن غيرهم، يشهد بذلك كتب الرجال والأحاديث أيضا. وحينئذ فلا بد من الاكتفاء بما ذكرناه والإلزام خروج أكثر شيعتهم عن الإيمان وهو باطل. يعني أكثر الشيعة وأكثر رواة لم يكونوا يعتقدون إمامتهم ولا يعتقدون عصمتهم. من أين جاءوا بهذه العقيدة؟ هم من أين؟ أنا أوجه السؤال للعوام، من أين جاءوا بهذه العقيدة؟ نريد أن نقول: هؤلاء أخذوا العقيدة من الغلاة، من المغيرة بن سعيد وزرارة وغيرهم الذين لعنهم لعنوهم الأئمة، الذين دسوا في هذه الكتب ونشروا عقائد الغلاة، فنقلوا لهم الإمامة والعصمة وتحريف القرآن وكذا وكذا إلى غير ذلك من العقائد. كذلك السيد بحر في بحر العلوم في الفوائد الرجالية ذكر هذه المسألة، قال: وادعى أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم وشيعتهم، في أنهم كانوا يعتقدون أنهم عليهم السلام علماء أبرار افترض الله طاعتهم مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم، وأنهم عليهم السلام مع ذلك كانوا يحكمون بإيمانهم وعدالتهم. الممقان يقول في كتابه تنقيح المقال المجلد السادس صفحة 340، يقول: لكن قول ابن قضائري لا يقول: وحيث أن الغلو عند القدماء ينسب إلى الرجل بأدنى شيء، بل أكثر ما نعتقده الآن في أهل البيت عليهم السلام كانوا يومئذ يسمونه غلوا. الله، اعتراف اعتراف. فهذه العقائد اللي يعتقدونها عقائد الغلاة، الغلاة في زمن جعفر صادق كان بينهم حرب، بين جعفر فريق والغلاة فريق آخر الذي كانوا ينشرون هذه العقائد الكفرية. وكان جعفر يقول: أقول كذا ويقول إنما يعني كذا، يعني التقية، يكذبون. أي وكانوا يستأكلون بها الأموال والدراهم، كما هو واقع الآن في عصرنا الآن باسم أهل البيت يأكلون الخمس. الله المستعان، صلى الله يهديهم. فأنا أريد أبين للشيعة يعني هذه النقطة، ودائما ما يجب أن ننبه عليها، أنهم أخذوا العقائد الفاسدة والمنحرفة من هؤلاء الغلاة الذين كانوا يحاربون
جعفر الصادق رضي الله عنه وغيره من وقبله أبيه الباقر وابنه الكاظم كذلك. شيخ الحبيب أنا طفيت ماني قادر. طيب هو أنا نختم أختم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء شيخ الحبيب على غيرتك. بارك الله فيك. أسأل الله أن يكتب أجرك وسمحنا على هذا المقطع. لا 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 بالعكس نحن نريد أن نبين. بالعكس أنا أقول يعني هل الإنسان بعد هذا خلاص يعني إلى متى؟ الله المستعان. إلى متى؟ يعني الأمر واضح جدا. إلى متى يعظم هؤلاء ويتبعون؟ إلى متى يطعن الله في الله سبحانه على المنابر؟ يعني شوف كيف التناقض هذا. يطعن في الباري تبارك وتعالى على المنابر ويترضى عن هؤلاء ولا يقال فيهم أدنى شيء، بل يقول هؤلاء مؤمنين عدول أتقياء، هؤلاء مراجعنا علماءنا. طيب ويطعنون في عمر رضي الله عن عمر. ليت عمر موجود اليوم. ليت عمر موجود اليوم. الله المستعان. شكر الله لك شيخ الحبيب، صلى الله أن ينفع بك وأن يكتب أجرك، وإن شاء الله نستكمل باقي استدلالاتهم بمجموعة من الآيات في الحلقة إن شاء الله القادمة. شكر الله لكم شيخنا الحبيب، كذلك أنتم نشكركم على طيب متابعتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية، وأتمنى من المخالفين المتصلين حينما يتصلوا أن يحسنوا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وكذلك مع أصحابه، وأن يطرحوا أسئلتهم واستشكالاتهم بدون أي إساءة أو سب، ونتقبل يعني أسئلتهم واعتراضاتهم وإشكالاتهم لا بأس. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق في الدارين. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الوقت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تسألوني عن حياتي فهي أسرار الحياة، هي منحة هي محنة هي عالم من أميات، قد بعتها لله ثم رضيت في ركب الهدى.